بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله مع حل المشكلة بتواجه كتير مننا في تصميم التيشيرتات، وهي إزاي نقدر نبحث عن تصميم معين يتباع معانا، أو إزاي نجيب فكرة تصميم عشان نقدر نبيع على مواقع بيع التيشيرتات زي موقع زازل وموقع سان فروج وموقع أمازون لو حضرتك قدرت تشترك فيه، أو موقع إيتسي لو حضرتك بتدفع للموقع عشان تقدر تعرض تصاميمك. احنا طبعا بنتكلم غالبية شغلنا بيبقى على المواقع المجانية زي تي بابليك وزازل وسان فروج، كل مواقع مجانية نقدر نعرض عليها تصاميمنا. فاحنا ازاي النهاردة عايزين نعرف نجيب منين فكرة تيشيرت عشان نقدر نبيعه. عشان نقدر نشوف الموضوع ده معانا، انا فاتح دلوقتي قدامي 5 صفحات. اول حاجة جوجل ترانسليت عشان نقدر نترجم لو في كلمة وقفت قدامنا، ومؤشرات جوجل، جوجل تريند، موقع امازون، موقع زازل، وموقع فري بيك. هنروح اول حاجة على مؤشرات جوجل عشان نشوف الناس بتبحث عن ايه. احنا طبعا معظم المواقع اللي بنشرحها بتستهدف الولايات المتحدة الامريكية. احنا عايزين نشوف الناس في الولايات المتحدة الامريكية لما تيجي تشتري تيشيرت، لما واحد بيحب يشتري تيشيرت بيبحث عن ايه على التيشيرت، يعني ايه الكلمة اللي بتشد انتباه الناس عشان نقدر ان احنا نصمم تصميم يحتوي هذه الكلمة ونقدر نعرضه، فلما الناس تعمل سيرش يظهر لهم التيشيرت بتاعنا. يعني احنا بس عايزين الكلام اللي هما بيبحثوا عليه، ونعمل بقى احنا التصميم ونصممه حول هذه الكلمه. بس طبعا لازم تكون فاهم مضمون الكلمه، عشان كده انا فاتح جوجل ترانسليت. لازم تكون فاهم مضمون الكلمه هي ايه الكلمه عشان نقدر ان احنا نصمم التصميم يتناسب مع الكلمه دي. يعني ما ينفعش مثلا الناس بتبحث عن كلمه جاردن مثلا وانت مصمم طيور، لا مش هينفع طبعا. لازم تصمم لهم الحديقه اللي هم بيبحثوا عنها، وتكتب كلمه الحديقه بشكل وتصميم عشان الناس تشتري التيشيرت بتاعك. هتروح على جوجل تريند زي ما احنا شايفين كده دلوقتي، فتحنا الموقع، بتروح على 3 شرط الموجودين فوق تضغط عليهم، وبعد كده تضغط استكشاف. لو حضرتك شغال باللغه الانجليزيه بتلاقي 3 شرط دولت على ايدك الشمال، وتبدا انك انت تعمل برضو نفس القصه دي، بتعمل سيرش وبيظهر لك نفس الكلام اللي احنا كاتبينه ده. دلوقتي جوجل تريند جايب لك اشهر مواضيع البحث الموجوده في العالم كله، هنا باللغه العربيه وهنا باللغه الانجليزيه. اكتر حاجه بيتم البحث عنها كوفيد 19، او هنا مرض فيروس كورونا 2019 زي ما احنا شايفين كده دلوقتي. كل الناس بتبحث في هذا المجال. احنا عايزين البحث عن التيشيرتات، مش عايزين المواضيع العامه. فهنيجي هنا على كلمه في جميع انحاء العالم، نضغط عليها ونختار، احنا بنستهدف طبعا الولايات المتحده الامريكيه، فلازم نختار هنا هتلاقي كلمه الولايات المتحده، نضغط ننزل كده ندور عليها لحد ما نلاقيه. هنا المملكه المتحده دي انجلترا، لو حضرتك بتستهدف انجلترا مفيش مشكله لو في موقع شغال عليه، بس احنا هنجيب الولايات المتحده. تضغط عليها، وبعد كده عايزين بقى هو جايب لك هنا في اخر 12 شهر. احنا عايزين نضيق المده شويه عشان مش معقول هندور على حاجه كانت الناس بتدور عليها في شهر 7 نصممها دلوقتي واحنا في شهر 2 زي ما احنا شايفين. فاحنا هنيجي على كلمه الاشهر ال 12 الاخيره، لا نضغط عليها وننزل مثلا في اخر 7 ايام الاسبوع الاخير. طب هو هنا هيدور على ايه بقى؟ على جميع الفئات. احنا عايزين نحدد حاجه معينه، فهنكتب هنا مثلا كلمه تي شيرت، تضغط هنا تي شيرت، بعد كده تعمل بحث، تنزل تحت بتلاقي هنا بقى اشهر الترندات اللي الناس دورت عليها في موضوع التيشيرت في الولايات المتحده الامريكيه اخر 7 ايام زي ما احنا شايفين كده دلوقتي. الولايات المتحده الايام 7 الاخيره دي كانت البحث اللي الناس عملوه. اول حاجه ده اسم مذيع امريكي، انا دورت طبعا عليه، هندخل عليه اول سيرش، اول نتيجه من نتائج البحث نضغط عليه. ده اسم مذيع امريكي، لو رحنا كده على جوجل، لو خدنا ده كوبي بيست ونروح على جوجل، نشيل بس كلمه تيشيرت، احنا عايزين نشوف ايه الكلمه الموجوده اللي الناس بتبحث عليها. واحد اسمه رش، مش عارف ده ايه، ده كان مذيع امريكي، انا طبعا شفته قبل التسجيل. ده كان مذيع امريكي، ودي الصور بتاعته، جايبين هنا قصه حياته. كان مذيع امريكي في قنوات بقى امريكيه وما اعرفش ايه اللي حصل له. يعني هو توفي يوم 17 فبراير 2021، فبقى ترند الناس كلها بتتكلم عليه دلوقتي عشان لسه ميت يوم 17، يعني من يومين بالظبط. فده طبعا دلوقتي شاغل العالم كله او الناس في الولايات المتحده الامريكيه، وبقى هو رقم واحد في التيشيرتات زي ما احنا شايفين كده دلوقتي. لما بنكتب تيشيرت بتلاقيه هو رقم واحد. طب هل عليه بحث جامد بقى؟ لا طبعا مفيش بحث جامد، وما نقدرش ان احنا نصمم تصميم. هو اشتغل يوم واحد بس تقريبا، بقى فيه هنا 100 بحث عليه يوم 18 فبراير الساعه 1 الظهر. الساعه 1 وصل البحث ل 100، وبعد كده نزل تاني زي ما احنا شايفين كده دلوقتي ونزل خالص. طب هل في تيشيرت موجود بقى متصمم باسم الراجل ده؟ بتروح على
امازون وتعمل لصق اللي احنا خدناه بيست اللي هو التيشيرت. بتبص تلاقيه هنا دلوقتي زي ما احنا شايفين كده، في ناس صممت التيشيرت عليه اسم المذيع الامريكي اللي توفي او صورته. ده كده دلوقتي الترند اللي شغال في الولايات المتحده رقم واحد في السبع ايام الاخيره، لانه وصل ل 100 بحث. طب هل احنا ممكن نضيع وقتنا واحنا نقعد نصمم تيشيرت يحمل اسم الراجل ده؟ لا طبعا، لان هو يعني تم البحث عليه مره واحده بس، فمش محتاج انك انت تضيع وقتك. ده البحث وصل 100 وبعد كده نزل تاني خالص وهو يعني اختفى خلاص، ما بقاش في بحث عليه. يبقى احنا مش عشان هو رقم واحد متصدر رقم واحد نبدا ان احنا نصمم تيشيرت يحمل اسمه. نشوف بقى بحث تاني، ناخد مثلا نتيجة البحث رقم 3. ونعمل لها نسخ برضو عشان نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه دلوقتي. ده تيشيرت عن غوريلا، بيقول لك هنا تيشيرت فتاة الغوريلا الغراء. فتيجي طيب نشوف بقى هل في بحث فعلا على امازون وعلى زازل. نيجي على امازون، هل في تيشيرتات تحمل هذا المضمون؟ هنلاقي ان فعلا في تيشيرتات تحمل هذا المضمون زي ما احنا شايفين كده دلوقتي وبتتباع. فالناس لما بتدخل تدور على تيشيرتات في الولايات المتحده الامريكيه بتدور على تيشيرتات عليها رسمه غوريلا زي ما احنا شايفين كده دلوقتي. في هنا اتنين. طب نروح على موقع تاني، موقع زازل اللي احنا شرحناه اكتر من مره، نعمل بيست. زي ما احنا شايفين برضو ظهر لنا اطفال لابسين فتاة الغوريلا زي ما احنا شايفين غوريلات على التيشيرتات. طب احنا ازاي نقدر نصمم بقى تيشيرت زي كده عليه رسمة الغوريلا؟ طبعا مهم جدا انك انت تقدر تصمم بنفسك، لو تقدر تعمل حاجة زي الحاجات الموجودة دلوقتي اللي هي الفيكتور دي كده معمولة طبعا على الستريتور او معمولة على الفوتوشوب، بس غالبيتها طبعا معمولة على الستريتور. الفيكتور ده كله معمول على الستريتور. لو تقدر تصمم حاجة زي كده لوحدك مفيش مشاكل، انت بس هنا بتستمد الافكار. او تروح بقى على موقع زي موقع فريبيك وتكتب كلمة الغوريلا، ناخدها كده كوبي برضو هنلاقي موقع فريبيك عليه كتير من رسومات الغوريلا. لو خدناها وحطيناها على تيشيرت ممكن يبقى فيه مطالبه بحقوق الملكيه، فانت لازم تاخد اي رسمه من هنا وتبدا في التعديل عليها وتبدا في الكتابه عليها. طبعا عارفين ازاي بننزل اي صوره من هنا، بتضغط عليها وبتعمل لها سيف عندك وتفتحها على الستريتور وتبدا في اضافه بعض الكلمات او بعض الرسومات، تبدا في تغيير الالوان، تبدا في تغيير الشكل، تعمل اي حاجه بحيث انك انت تغير الصوره خالص وتبدا في اضافه الكلمات عليها عشان تقدر انك انت تعمل تصميم يعرض على تيشيرت. بتاخد المقاسات طبعا اللي اتكلمنا عليها كتير، اي موقع حضرتك هتشتغل عليه بتشوف المقاسات المطلوبه وتاخدها وتبدا انك انت تعمل التصميم على التيشيرت. طبعا الطريقه دي كويسه جدا لانك انت لازم كل يوم تبقى متابع بقى الترندات. زي ما احنا شايفين هنا الترند ده بيتم البحث عليه يوميا، خلال الاسبوع بيتم البحث عليه يوميا وبيوصل ل 100 بحث. يعني التيشيرت بتاع المذيع الامريكي اللي توفي يوم 17 البحث وصل فيه ل 100 لمره واحده بس، انما هنا زي ما احنا شايفين كده دلوقتي المؤشر طالع نازل، يعني في بحث مستمر كل شويه، في حد بيبحث وحد بيسيبه، يعني في شغل على الاسم ده كتير. فنقدر ان احنا نصمم تيشيرت ونسيبه بقى يتباع او ما يتباعش. بس طبعا مهم جدا انك انت تحاول تاخد المواضيع العامة، يعني ما تاخدش شخصية، يعني شخصية زي ما احنا شفنا كده شخصية مش معروفة برضو بالنسبة لنا احنا كعرب وكمصريين، الشخصية دي ما كانتش معروفة فشهرته مش كبيرة قوي. يعني لو كنت مثلا قلت لي ده بيل كلينتون ولا كده كنت اقول لك اه ده شخصية معروفة وممكن البحث يتم عليه كتير، انما شخصية مش معروفة قوي فبرضو مش يعني البحث عليها هيبقى قليل. فانت لازم تاخد حاجة موضوع يكون البحث مستمر عليه لا يتوقف على طول. لو شفنا مثلا رجعنا كده تاني وخدنا رقم 4، يعني نشوف برضو حاجة تانية في البحث رقم 4 يلوستون. هنا ده البحث عليه اكتر، يعني زي ما احنا شايفين كده البحث بيطلع وبينزل اكتر وبيوصل ل 100 بحث اكتر، يعني وصل تقريبا هنا 3 مرات او مرتين 100 عملية بحث في وقت واحد في نفس الساعة.
فطبعا تقدر انك انت تشتغل على هذا التيشيرت. طب ناخده برضو كده ونشوف هل موجود على زاز الحاجة كده. زي ما احنا شايفين في كتير كاتبين كلمة يولوستون وكاتبين ناشونال بارك. يعني دي دلوقتي هناك، دي يعني حاجة بارك كبير الناس بتروحه، فبيصمموا التيشيرتات يحمل هذا الاسم. بتقدر انك انت حضرتك بقى تصمم تيشيرت يحمل الكلمة دي وتحط عليه ابداعاتك وتحط عليه بقى الرسومات اللي انت حابب تحطها، لان ده بارك تقدر تحط عليه اي حيوانات زي ما احنا شايفين كده دلوقتي، تحط بقى غزال، تحط نمر، تحط يعني الحاجة بقى اللي حضرتك تقدر انك انت تصممها وتقدر انك انت تضيف معاها الكلمة دي. الموضوع طبعا سهل جدا بس لازم تكون سريع، يعني تيجي بقى على الموقع بتاع جوجل ترند وتكون سريع بقى معايا، اول ما الترند يبدأ يظهر تشتغل عليه. ترند زي كده لو اشتغلت عليه حالا دلوقتي اكيد هيكون في ان شاء الله حد هيشوف التيشيرت بتاعك، لان في ناس كتير بتبحث في المواقع المختلفة بتاعت التيشيرتات عن الكلمة يولوستون تيشيرت، بيبحثوا عليها كتير على موقع زازل وعلى موقع امازون وعلى كل المواقع التانية. اتمنى الشرح بتاع النهارده يكون افادكم وعرفتم ازاي تقدروا تجيبوا تصميم وتبداوا تشتغلوا عليه على كل مواقع بيع التيشيرتات اللي شرحناها على القناه. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.